الفرحه حلوه مفيش كلام، وده اللي قلناه الحقيقه امبارح في الاستوديو بتاع الاهلي والزمالك، وقلت على طول في متغيرات الاحداث الرياضيه كل 10 دقائق ماتش. امبارح الزمالك وجمهوره بيحتفل، النهارده الاهلي وجمهوره بيحتفل. ده حال الكوره سريعه وحال كره اليد وحال الرياضه بصفه عامه. جمهور نادي الزمالك امبارح كان سعيد جدا باللقاء الحقيقه اللي كله مكاسب لجوميز. لقاء الحقيقه كان من وجهه نظري لقاء جيد جدا. بعض الناس شافوا ان هو فنيا ممكن يكون فيه افضل من كده، ولكن الروح امبارح اللي كان عليها نادي الزمالك كانت روح رائعه جدا. ممكن على فكره الزمالك كان يزود اهداف، وممكن الاهلي كان يخطف هدف تاني ويعمل ريمونتادا كبيره في الشوط التاني، كانت كل حاجه وارده. الاهلي بعد الهدف كان ضاغط بشكل كبير، الزمالك اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه كان شغال عن طريق سيد نيمار والمجموعه اللي كانت موجوده بشكل رائع جدا، راح على مصطفى شوبير باكتر من لقطه كانت ممكن ان هي تسفر عن هدف ونشوف امبارح اهداف ونتائج كتيره. ولكن مباراه الحقيقه امبارح كانت حماسيه، مباراه كان روحها عاليه جدا، سواء جماهيريا سواء اداريا سواء العلاقه ما بين اللعيبه. واحد يقول لي اصل كان في اللقطه الفلانيه، اقول له يا عم عادي ماشي، يعني كان في لقطه نرفزت ملعب، وفي لقطه تانية اتنين لعيبه طالعين مع بعض بيحضنوا بعض قفشه ومعاه لاعب من نادي الزمالك، والامور يعني كانت على ما يرام، وفي لقطات كتيره جدا كويسه. يعني مش عايزين دايما نقف عند الصوره السلبيه او حد قافش هنا او حد هنا. الجزيري امبارح قدم اوراق اعتماد ان مهاجم كبير. احمد عبد القادر امبارح بيقول لكولر ما تقلقش اديني بس، امبارح بيقول كده احمد عبد القادر امبارح بيقول لكولر والله انا جاهز رغم كل الانتظار ده، ولكن انا جاهز. فامبارح مكاسب كتيره لنادي الزمالك، اهو دونجا طالع هو وقفشه. كمل الصوره، كمل الصوره الحلوه بنقطعها ليه؟ ده دونجا طالع هو وقفشه امبارح، وكان في بعض عصبيه مثلا من الجمهور ولا حاجه، احنا مش سامعين ولا شايفين ايه، ولكن واضح ان في يعني في ممكن يكون في تحيه، ممكن يكون في عصبيه، ولكن الراجل طالع دونجا بيبوس راس قفشه، قفشه بيقول الجمهور يعني على راسي عادي، بغض النظر بقى وبيكلم جمهور مين او اللي بيتكلم ده اهلاوي زملكاوي. هي في النهايه لقطه حلوه، لقطه نقف عندها نشوف ادي العلاقه بعد المباراه. اتنين علاقاتهم طيبه، في الملعب الموضوع مختلف تماما والاداء مختلف تماما، ولكن بعد الملعب خلاص خلصت الشغلانه، صفر الحكم خلصت القصه، احنا حبايب عادي الدنيا ما فيهاش مشكله. لو تعدوا لنا بس اللقطه بعد اذنكم، يعني لان انا الحقيقه اللقطه دي انا وقفت عندها كتير، وقفت عندها كتير عشان كويسها. اهي طالع هو بيقول له ممكن يكون في بعض الجمهور متعصب، بيقول له انت بتقول لي دونجا، بيقول له يا عم عندي دي مفيش حاجه اهو. قفشه الراجل بيقول له يعني ايه شاف قفشه هدي، فممكن يكون حد من الجمهور خلاص حقك عليا، قال له عم ما يهمكش على دماغي مفيش مشكلة خالص. لا الراجل ضايق حد ولا استفز حد ولا أي مشكلة، ودونجا الحقيقة خارج برضه مع زميله وحضنه مفيش مشكلة خالص. لقطة نقف عندها كتير عشان نفهم حاجات كتير. بعد المباراة كل حاجة بتنتهي 90 دقيقة وبعد كده كل حاجة بتبقى حلوة. سيبكم إن مرة الأهلي هيكسب، مرة الزمالك هيكسب، مرة مبروك هنا، مرة مبروك هنا، عادي، هي دي في النهاية حلاوة كرة القدم.